الآن أمام تصريح واضح من الخزانة الأمريكية أو من وزيرة الخزانة الأمريكية أننا لن نتدخل فيدراليا، مش هنخش ننقذ هذا البنك، احنا زي القوانين ما قالت بندعم اللي هو بننقذ ال 250 ألف دولار فقط، ولن اللي هو الضمان الودايع اللي هو عندهم ضمان الفيدرالي بيضمن الودايع او بيضمن 250 ألف فقط من هذه الودايع. فحتى هذه اللحظة ده القرار الأمريكي، ممكن القرار يتغير، لكن احنا ابتدينا نشوف تأثيرات بورصة نازلة داون من امبارح، أسعار في ناسداك منهارة، ابتدى يبقى تأثيرها على بريطانيا، طبعا الشركات البريطانية، تأثير على آسيا لسه متوسط مش كبير بالشكل الكبير. كلمني على التأثيرات. طبعا احنا هنا بنراقب ما إذا كانت ستكون هناك أزمة مالية عالمية جديدة، ولكن كلمني عن التأثيرات على الشرق الأوسط. التأثيرات على الأسواق الناشئة بشكل عام أو الأسواق الناشئة نعم. التأثيرات على الأسواق الناشئة هنشوف في حالة صناع القرار الأمريكي لم يأخذوا القرار الصحيح، هنشوف هبوط في كل حاجة من أول أسعار الدولار لجميع أسعار العملات في كل الأسواق الناشئة، وخروج الاستثمارات و في سواء صناديق الدين او الاسهم من الاسواق الناشئه، والهرب الى الملاذ الامن في الاسواق الديفلوب او الاسواق الغير ناشئه. انا لا اتصور، يعني كل الاخبار اللي بشوفها طالعه من امريكا بتقول لي ان في الغالب هم لن يتخذوا القرار السليم، ولكني اتصور ان احد اكبر البنوك الامريكيه أو اثنين منهم ممكن يخشوا يستحوذوا على سيليكون فالي بانك فقط للحيل دون وصول الأمور إلى ما هي عليه الآن، لأن تكلفة إنقاذه لن تكون بأي حال من الأحوال بمثابة العواقب من ترك هذا البنك أن يقف. طبعا الدرس الواضح اللي احنا اي مصرفي او اي حد في الفيل ده بيشتغلوا، انه الاكسبوجر بتاع البنك ده او تعاملات البنك ده كانت في قطاع واحد، يعني كانت كلها مركزة على الفنشر، الفي سيز، الفنشر كابيتال، رأس مال المخاطر، الشركات الناشئة، ربما لم ما بعملش تنويع للمحافظ بتاعته، ما عملش تنويع لنشاطاته، فلما حصل مشكلة في قطاع كل ده مع طبعا ارتفاع سعر الفايدة وكل ده، كل ده أدى للانهيار، ولا أنت رأيك إيه يا وائل؟ طبعا الحقيقة هو يعني الاستراكشر بتاع البنك ده أي حد في القطاع المصرفي زي ما أنت تفضلتي وقلتي هيفهم إن البنك ده كان لازم يروح من زمان مش بس دلوقتي، ولكن بعد الفترات اللي بيبقى فيها تضخم كبير جدا في ضخ الأموال والأموال في ضحايا لازم بيجي ضحايا بسبب الارتفاع السريع والهبوط السريع. ده رقم واحد. ولكن زي ما شفنا قبل كده الازمه حصلت وقت ليمن براذرز كانت في قطاع السندات العقاريه، النهارده بتحصل في قطاع التكنولوجي وهتحصل تاني، ويعني ان شاء الله ان احيانا الله بيننا حديث كمان 5 6 سنين هتحصل تاني في قطاع تاني، لان دي طبيعه الدوره الاقتصاديه الماليه ولكن نامل ان شاء الله يكون القرار متزن زي ما جميع الجهات بين تناشد امريكا النهارده ان القرار يكون متزن حتى لا يكون تاثيره على الاسواق الناشئه والاسواق العالميه كبير. شكرا وائل زياده، رئيس مجلس اداره زيلا كابيتال للاستثمارات الماليه.